بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم منصف. إخواتي يا أخواتي، معديرة عن النظارات الشمسية اللي راني حاطهم، عينيا شوية عيانين من لاسيدير. خاوتي، الموضوع تاع اليوم هو النظام الغذائي، النظام الغذائي تاع الطيور تاعنا اللي نتمنهجو. النظام الغذائي تلقيت عدة أسئلة، تلقيت عدة طلبات. أعطاني النظام الغذائي تاعك، أعطاني النظام الغذائي تاعك، أعطاني النظام الغذائي تاعك. أنا ما تقلقتش على الجواب، وانتوما ما تقلقوش على الجواب، لأنه بالتجربة تاعك راح تلقى نظام غذائي. النظام الغذائي هذا راك موفر نتا، وشو ماكش عارف تنظمو برك، ماكش عارف تنظمو. كي تقول لي النظام الغذائي، لو كان ما تكونش فاهم بعض الدروس المتسلسله السابقه، راح تسال اسئله كبيره بزاف. وش هو الدروس المتسلسله هذه في النظام الغذائي؟ اول درس، المراحل اللي يمر بهم الطير اثناء الدوره السنويه تاعو. اثناء الدوره السنويه تاعو الطير عنده اربع مراحل، عنده زوج مراحل يجيو قصار، وعنده زوج مراحل يجيو طوال. زوج مراحل اللي يجيو طوال هي مرحله الراحه ومرحله التزاوج، متناقضين مع بعضهم ومتعاكسين مع بعضهم، مرحله الراحه ومرحله العمل. والزوج مراحل اللي يجيو قصار مرحله غيار الريش ومرحله التجهيز. مرحله غيار الريش تجي قبل مرحله الراحه، الطير يجهد نفسه في لاكوبليمون في الانتاج، ومن بعد يزيد يجهد نفسه مرحلة غيار الريش، ومن بعد الراحة. علاه؟ على هذه تجي المرحلة طويلة بزاف. مرحلة التجهيز، الطير بعد مرحلة الراحة ما يقدرش ديرك يدخل في مرحلة التزاوج. بالنسبة نوض الصباح طول تروح تلعب ماتش، مزيش تلعب ربع سنين، لانه كنت راح الصباح تلعب طول ماتش راح تستبليزا، راح تصفى العص، تعاود تولي لبلاصتك، ربع سنين ما تلعبش. بصح كي تنوض الصباح تفطر، بعد بساعتين تروح للبلاصه تشوفي تهيئ روحك، هكا الدوره تاعك. هذا مثال برك، بالك لاحظتوني نمد بزاف الامثله بالرياضه، نمد الامثله اللي راني عايشها، من نمدش الامثله انا من الواقع تاع الغير، الامثله اللي عايشها انا في حياتي اليوميه. كيعودوا المراحل هذو نعرفوهم ونعرفو نقسموهم. اول حاجه، اول مرحله هي بدايه الموسم، مرحله غيار الريش اللي رانا فيها برك. ثاني مرحله هي مرحله الراحه. ثالث مرحله هي مرحله التجهيز. رابع مرحله هي مرحله لاكوبلون. شوفوا الدويره هذه درك في الوقت الحالي راني قاعد ندير في الفيديو، بريباري في الفيديو، وخاوتي المربيين المحترمين يتصلوا بيا في الماسنجر، معديره من بعد نرد عليكم ان شاء الله. عرفنا الربع مراحل هذو، حنا في مرحلة غيار الريش. النظام الغذائي تاع مرحلة غيار الريش وش هو؟ باختصار شديد، الحبوب اللي ما تمدها الطير تاعك، الماء يتبدل كل يوم ولا كل يومين، تبقى لك الباطي تاعك مرتين في الأسبوع. الباطي تكون غنية بالبروتيين، وتكون غنية بالفيتامينات تاع مرحلة غيار الريش. باختصار درك كاينين مكملات غذائية، درك ندخل لك انا نقول لك البايوثين ولا كولين ولا سيربيطول وكذا وكذا، ندخلوا في علم لا غنى عنه باش نتعلموه باش نقعدوا نضيعوا في الوقت تاعنا. لانه الايامات هذو اتصل بيا واحد الاخ عبد القادر معمر، هو اللي قال لي اذكر اسمي، عبد القادر معمر،
الله يبارك ما شاء الله عنده. هو قال لي عندي قدام عنده قدام باك الله يبارك ما شاء الله، ومتمكن في البيطاره الله يبارك، دار بيطاري وما كملش في الاخر، ما يفرقش بين الاحماض الامينيه والاحماض. دخل لعقابي راك قلت انت وراك قلت وفوتني للقضاء والنيجر، انا على جالو درت المنشور تاعي تاع النيجر هذاك اللي درته في الفيسبوك. دخل لعقابي فوتني للقضاء، وبعد في الاخر باختصار لقيته موش قاعد يفرق ما بين الاحماض الامينيه وما بين الاحماض العضويه. دخل بعض الفيتامينات يعتبر صح، عندنا فيتامين سي، سي يعتبر حمض، خلطوا مع الاحماض العضويه. وعلى كل حال ما ماشي قضيه انك صدعت لي راسي والله. في الوقت اللي عيط لي برك كان عندي شغل، وحطيته باللي مربي يحب يستفسر، والحمد لله عندنا ثاني مربين يحبوا ينعتوا لنا، يعني بارك الله فيه ويعطيه الصحه على المبادره هذه. وشوا فاللي نشرت في الفيسبوك ما هضر ما قال ما والو، ما بالك كان ما عندوش بيسكو نحاك لي نحيت الفيسبوك تاعي، عنده فيسبوك يجاوب بيه برك المربين ومن بعد يعاود ينحي. لا علينا، نرجعوا للموضوع تاعنا. قلنا كي تعرف المراحل تاعك هذه، تعرف النظام الغذائي، درك راك في مرحله تغير ريش، مرحله تغير ريش. عندك مثلا الروحو لاكام تاع فيرسال لاكام، كي نحبوا نحكيو مثال نحكيو على لاكام محترمه، ما نحكيوش على لاكام اللي قاعدين نبيعوا فيها احنا باش ما يقولوش شو قاعد يدير في بيبليسيتي. نروحوا لاكام تاع فيرسال لاكام، كام محترمه، ما يختلفوش اي اثنين باللي ماهيش محترمه. البريود هذه واش ولي تمد؟ تمد ميطافيد، حتى ولو كان ما تمدش لاكولين ميطافيد يكفي في الاكل وفي الماء، تقدر تمدو في الاكل تمدو في الماء. الكالسيوم اكس، كالسيوم تقدر تمدو في الاكل تقدر تمدو في الماء. لاكولين بعث لي خويا في مازنجر، نشكره على السؤال هذا، بعث لي البرنامج هذا قال لي راك درتو انت وهضرت عليه منه. قلت له لا يا اخي، راهي تشابه في الاسماء، راهي تشابه في الاسماء، هي منصف منصف، الاخر منصف وانا منصف، هو نفس الاسم باللغه العربيه نفس الاسم. وشوف في اللغه الفرنسيه برك غلطو كتبو، غلطو كتبو، هو يتكتب ام او ان سي او اف. شوف اخي انا من البرنامج هذا داروا الاخ هذا منصف، هو يتحمل المسؤوليه تاعو. انا بالنسبه ليا كرايي البرنامج هذا بالنسبه ليا ثقيل بزاف، ما نقدرش نمد انا اومنيفيد وفيرتيفيد في مرحله تغير الريش. كاين اومنيفيد وفيرتيفيد وميتافيد، ميتافيد لمرحله تغير الريش، اومنيفيد على مدار السنه كيعودو ما كانش فيرتيفيد وما كانش ميتافيد يتمد اومنيفيد. فيرتيفيد مرحله التجهيز، نعطيك مثال، دخلت مرحلة تغير الريش، تمد ميطافيت مرتين في الأسبوع في الأكل، وتمدو مرتين في الأسبوع في الماء، يخرج لك ثلاث مرات في الأسبوع. راك تلقى البروغرام تاعهم دايرين الجدول، حتى ما تبعش الجدول تاعهم هذا كقرآن. لو كانت دير تمد يومين ميطافيت في الماء، وتريح أربع أيام، تمد ليزاسيد أورغانيك كيما ندير انا، وزيد تمد يومين ميطافيت في الماء، ودير مثلا نهار تاع باطي ومن بعد تريح يوم يومين ثلاث ايام، نهار الرابع زيد تعاود باطي، ما بين الباطي والباطي تريح ثلاث ايام ولا اربع ايام، يخرج لك ميطافيت قاعد تمد فيه ميطافيت بليس الكالسيوم قاعد تمد فيه ثلاث مرات في الاسبوع. لاكولين الا كان ماكش قاعد تلون انا نمدها مره في الشهر، صدقني يا اخي وصدقوني يا اخواتي المربيين راني نمدها مره في الشهر، لانه النظام الغذائي تاعك راه سليم، النظام الغذائي تاعك راه متوفر بزاف على الفيتامين او
فيتامين او ثاني راه يطرد السموم من الكبد وراه ينشط ثاني الكبد ما شاء الله. فيتامين او راه نوع من الفيتامينات اللي يداويو بها الكبد اللي يمدوها اثناء علاج الكبد. دونك هادي كي ندخل لك انا في لي ديطاي هادو ندخل لك داك واش راه تعقد بالباك انت والله راه تعقد بالليسونس تاعك باش تحتاج انت واش محتاج محتاج ان تهز الطير تحطو قدام الجيش في الطابله كي يخرج الطير هذاك باطل محال لك ان جات من فراغ. حنا الميديو تاعنا هو المسابقه في الاخر مسابقه يجي جوج يعطيك 91 نقطه وتفرح بها انت. مانيش راه نعقب الباك ولا راه نعقب لاليسونس باش تصدع لي راسي بالعلوم تاعك اللي نصها غلطه. انا قاعد نرد دركا لانه وصلت وين كاينين ردود في المية تلقى رد يعيي خلاص يعييك يتوصل عيط لك في التليفون ويتوصل انا يعني معليش ايه فرحت انا قلت لك نستفاد ودرك في الاخر خلاص هو يعني على كل حال باختصار هو باختصار مام كي قاعد نسمع في الهضره تاعو كاينين ما بين الاسطر شغل بروفوكاسيون هكا شغل غير تهضر برك وغير المهم لا علينا الوحده وشويه يا ساعه ساعه يخلق راهو بشر. نرجعو درك نرجعو ندخلو لمرحله الراحه مرحله الراحه وشويه يتنحى الميتافيت مرحله الراحه كيف تعرفها بلي دخلت تولي تشوف الريش ما كانش في لي بلاطو. انا الطريقه تاعي نشوف مع الطيور تاعي الا كان شفت لك صب نزيد نكمل نظام غذائي تاع غير الريش حتى ني خلص لك صب مطار نبدا نمدلو لومنيفيت هذا راه كي نحكيو على فيرس اللاغا نبدا نمدلو لومنيفيت لومنيفيت والميتافيت ميتافيت فيه لا البايوثين هذاك اللي يحتاج هو الطرف مرحلة صغير ريش نسبة عالية نروح نمدلو لومنيفيت نبقى نمدلو في لومنيفيت نمدلو في لومنيفيت المرحلة تبدا مرحلة التجهيز فيرتيفيت كل يوم مع الكاسيليكس يومين في السمانة روبو يومين هادوك في السمانة روبو سمانة تمد أحماض عضوية وسمانة يومين فيهم تمد نهار تاع كولين. هذا البرنامج هذا اللي نعتو ليا اخويا لاكولين جايه ما بين فيرتيفيت وما بين ديجا هذه بدر راهي بحاتم في زوج هادو اليومين اللي وراها واللي قبلها راهي بحاتم راهي بحاتم لاكولين الحاكم الدولي اللي دار اول بطوله وطنيه اللي دارتها لاوس سطيف وش هو اللي قال لهم قال لهم الديفو تاعكم في التلوين انهم قاعدين تبدوا في لاكولين بزاف لانه لاكولين قاعده تخرج في العامل الاحمر من الكبد قاعده تخرج فيه قاعده ديكاجي فيه الطيور تاعنا ما يخرجوش ملونين مليح ما تمدوش لاكولين والله الطريقه اللي تمدو فيها لاكولين الله اعلم لانه الموضوع هذا حكاه مع خونا رياض ما يهمنيش الموضوع هذا لانه ما نربيش طيور تلوين قاعد نسمع بصح عندي مده من اللي هدرت خايف لا نغلط في اعطاء المعلومات اللي يحب يعرف يتصل بخونا رياض. المهم خارجي انا نظن باللي الموضوع هذا راح تكون عنده تكمله ان شاء الله في فيديوهات اخرين ماذا بينا دركا رانا في وقت مهم بزاف انه نحكيو عن النظام الغذائي راح يكون الموضوع هذا يكون يتبع ما نطولش عليكم باش ما يسمعت لكمش الموضوع وباش تشعبوا مليح ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل جر الجرس وكثروا لنا لي زابوني هكا بالمواضر هادو بعد خرجوا عليا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.